متابعي ومتتبعي قناة الشعب قناة شوف تي في، اهلا وسهلا بكم. مباشرة معكم من مدينة سلا، وبالضبط من منطقة السهب. نتواجد الآن يعني في الدوبل فوا ديال شارع عبد الخالق طريس، كي تتشوفوا الآن كارثة بيئية في هذا المكان. شوفوا عدد الأسبان اللي كاينه هنايا في هاد يعني هاد المساحة كاملة اللي قريبة في قلب مدينة سلا، يعني هالطريق اللي تدي سوق الصالحين، تدي يعني مجموعة من الأماكن المهمة والحيوية في مدينة سلا. شوفوا كيف الدايرة، والغريب في الأمر أن الساكنة حداها هاد المزبلة هادي، حداها واحد التجمع سكاني كثيف جدا. مشاهدينا الكرام، الذباب، الرائحة الكريهة، الفئران، الحشرات، كل شيء يعني كاين هنايا في هاد المكان بالضبط، مما يطرح عدة علامات استفهام على المسؤولين. أين هم مسؤولين على تدبير الشأن المحلي لمدينة سلا؟ هل أصابهم العمى كي لا يرون هذه الكارثة البيئية اللي كاينه هنا وفي قلب حي سكني، من وراء حي سكني وأمامي أمامهم يعني هاد الكارثة البيئية اللي كتخسر لا الذوق العام، وأيضا يعني حتى الساكنة كارثة كارثة كارثة. يعني أنا تنتساءل مع الناس، مع المواطنين، كيف يستحملون هاد الرائحة الكريهة؟ واش المسؤولين تيعرفوا المواطن غير في الانتخابات، في الاستحقاقات الانتخابية؟ أكيد وأكيد جدا على أنهم خاصهم ينزلوا عند المواطن، خاصهم يشوفوا الهموم ديال المواطن او الهموم اليوميه ديال المواطن، من بينها هو اصلاح مثل هذا شارع جميل بحال هذا، بدون يعني ما مزيين ما والو، لا ورد لا لا لا, لا نخيل لا اشجار لا حتى حاجه. يعني شارع تنقولوا قرع، والكارثه هي هذه المساحه اللي عامره ازبال بواحد الطريقه. هنا واش ما تيتحركش الضمير ديال هاد المنتخبين؟ واش ما تيفكروش وما تيخمموش في المصلحه ديال الشباب والاطفال؟ اكيد لان هاد البلاصه تكون تجمع حتى المنحرفين، هاد المنطقه هادي تقدر تكون تجمع حتى المنحرفين، فماشي بعيد انه تكون تجمع المنحرفين، تجمع بزاف الامور اللي تضر في الخاطر. حتى لي بوبيل يعني تنشوفوا حاويه ازبال وحيده راهي على اليسار ديالي. مع الاسف هنا في اين دور ديال رجال النظافه؟ اي فين هو الدور ديال المجلس على المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي في منطقه السهب مدينه سلا، باش انهم ينوضوا ويتحركوا باش ان هذه الكارثه البيئيه يحاولوا يلقاو لها حل عاجل، لان هادشي تيضر في الخاطر. واش نشوفوا منطقه ديالنا مدينه سلا بهذا البشاعه؟ ما يمكنش. يعني شوفوا انا شخصيا اتساءل مع الناس اللي ساكنين هنايا في الديور هادو، والناس اللي هي يعني كيفاش انهم كيقدروا ان يستحملوا هذه الرائحه اللي تتنبعث من هذا المكان، هذا الفضاء. افضل كان يكون هذا الفضاء افضل من هذا، يكون نقي، يكون كذا، حتى الماكلش يعني يتم استغلاله، على الاقل يكون واحد الربيع، يكون شي حاجه زوينه، او لا يدارو ملاعب قرب. لما لا؟ علاش ما يداروش ملاعب قرب لهاد الوليدات ديال الساكنه؟ منطقه السهب عامره بالشباب، عامره بلي جون، علاش ما يدارش ملاعب القرب لهم هنا في هذا الفضاء؟ علاش هاد الشارع ما نشوفوش يعني بهذه الطريقه وبهذه البشاعه؟ هذا نشوفوه حتى هو مكودروني مقاد. شوفوه
يعني نستنى السيد يدوز يعني نشوفوا علاش ما يكونش هنايا الكودرون ان يكون هنايا يعني تم يعني يقادوا الطريق هنايا ما تبقاش بهذه الطريقه بشعه ونشوفوا يعني التشجير ديال هذا الفضاء هذا علاش لا يتم التشجير ديالو ها انتم شارع طويل غادي حتى الجرده اللي قريبه لسوق الصالحين لماذا نتساءل لماذا لا يتم تشجير هذا الفضاء علاش يعني الجماليه ديال مدينه سلا وهي قريبه للرباط تنعرفوا ان الرباط مشات بعيد في هذا المجال ديال المساحات الخضراء ديال التشجير ديال كذا علاش السلام ما تحدوش الحدو ديال عاصمه الانوار الرباط يعني خصوصا انه يعني مدينه سلا مدينه مهمه لا الموقع ديالها لا القيمه التاريخيه ديال مدينه سلا تتفرض على المسؤولين عن تدبير الشان المحلي على انهم يتحركوا وعلى انهم يجعلوا من مدينه سلا واحد المدينه تواكب المدن المتقدمه المدن اللي غادا بواحد واحد المنحة تصاعدي مهم لكن للاسف تنجيو تنشوفوا مثل هاتي يعني هذا المنظر هذا في قلب مدينه سلا في منطقه السب تيدر في الحاضر غير مقبول البتة اننا نبقاو نشوفوا مثل هذه المناظر البشعه غير مقبول اننا نشوفوا مثل هذه المناظر اللي تظهر في الخضر غير مقبول اننا نشوفوا في بلادنا في 2023 المغرب غادي في واحد اتجاه تصاعدي تنظيم مجموعه من الملتقيات كبيره مشرفين على لمال كاس افريقيا 2025 يكون عندنا هنا في المملكه المغربيه ونشوفوا مثل هذه المناظر البشعه هنا تنسائل فين هما المسؤولين ديال مدينه سلا واش غائبين واش هذا الشيء علاش انهم صوتوا عليكم ساكنه ديال السهب باش انكم يعني تخليوا هذا المنظر البشع فين هي شركه النظافه اللي متعاقدين معاها فين هي باش انها تجي وتقوم بالدور ديالها يعني للاسف هذا الشيء تيضر في الخاطر هذا الشيء تيضر في الخاطر انا تنتسائل علاش ما نشوفوش هنايا تيرانات القرب علاش ما نشوفوش هنايا تيرانات القرب لوليداتنا ملاعب القرب يعني يتم استغلال هذه المساحه لشي حاجه اضافيه لسكنه وابناء مدينه سلا لكن للاسف دابا هانتوما شوفوا هاد الوليدات ها هما غاديين ما عرفتش فين يمشيو يلعبوا هما ساكنين هنايا خارجين من هاد العمارات علاش هاد الوليدات هادو اللي غاديين دابا في هاد الاثناء علاش ما يدارش لهم هنا تيرانات القرب ويجيو يلعبوا هنايا في هاد الفضاء علاش لماذا انا نتساءل مع الناس اللي عندهم ضمير حي عندهم غيره على الوطن ديالهم وعلى البلاد ديالنا قناه شوف تيفي قناه الشعب تنحاولوا ما امكن على انكم اننا نقربوا لكم الصوره يعني علاش هاد المنطقه بحال هكا نتساءل علاش هاد المنطقه بهذا المستوى علاش هاد المنطقه مهمشة بهذه الشكيلة علاش والغريب في الأمر أن برج محمد السادس يعني كيطلع على هذه المنطقة وبالتالي أنه خاص تعطى اهتمام لهذه المنطقة أكثر لأن غدا ولا بعدا يبقى يجيو السياح يشوفوا ما يمكنش أنهم يجيو يشوفوا هذه البشاعة هنا نتساءل مع المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي الله يخليكم مسؤولين عن تدبير الشأن المحلي عفاكم تحركوا عفاكم قوموا بالادوار المنوطه بكم راه صاحب الجلاله تيتقاتل على هذا الشعب صاحب الجلاله شفناه هبط لمراكش كان زنزان هبط لمراكش برجليه ديروا غير شويه من داكشي اللي تيدير غير شويه الا درتو غير شويه من داكشي اللي تيدير صاحب الجلاله كنا غادي نشوفوا المملكه المغربيه جنه وكنا غنشوفوا يعني المدن ديالنا المغربيه تضاهي كبريات المدن العالميه يعني للاسف شوفوا مدينه الرباط واش المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي بمدينه الرباط مدينه سلا واش ما تيمشيوش لمدينه الرباط يشوفوا ما تتشدهمش الغيره على مدينتهم سلا هنا انا اتساءل الا كنا تنجيو لمدينه سلا
وتنشوفوا بهذه البشاعه واش ما تيطلعوش يمشيو يشربوا قهوه في مدينه الرباط ويشوفوا المساحات الخضراء الشجير بزاف الامور اللي تتخلي مدينه سالا مدينه الرباط من بين اهم واجمل المدن المغربيه بل اكثر هذا على المستوى الاقليمي مدينه بيئيه يعني يقتدى بها مدينه سالا انتم تتشوفوا شوفوا البشاعه قمه البشاعه قمه ديال البشاعه احنا قناه الشعب قناه شوف تي في انا كديت من هنايا فاثارت انتباهي هاد الفضاء اللي عامر شوفوا المواطنين يعني نازلين ها نتوما مساكنها والزبل نازلين يعني ماشي طالع شي نازل باز الناس اللي ساكنين تما انا تتساءل الناس اللي ساكنين هنايا باز ليهم باز ليهم باز ليهم باز ليهم باز ليهم باز الناس اللي ساكنين هنايا باز شوف شوف يعني للاسف بشاعه منظر بشع لا يليق بمدينه سالا بكل صدق منظر بشع لا يليق بمدينه سالا هذه المدينه المهمه هذه المدينه اللي بكل صدق عندها افاق ولكن نتمنى ان هذا اللايف هذا يتفاعلوا معاه الضمائر الحيه من المسؤولين باش انهم يتدخلوا بشكل عاجل لإنقاذ هذه المنطقة وسكينة المنطقة من هذا الفضاء البشع هذا الفضاء الغير إنساني هذا الفضاء اللي تنشوفوه ما فيش مقومات ديال احترام كرامة الإنسان أنا باش نكون ساكن تما وحدايا واحد بلاصة عامرة زبل وعامرة يعني يقدر يكون حتى المنحرفين تيجيو هنا بالليل سي بوسيبل فإشكالية حقيقية وعميقة شوفوا هنايا العمارات وهنايا الاسبال غريبه اولا غريبه حقيقه انا شخصيا اتساءل ضمير ديال المسؤولين ديال مدينه سلا فين هو اين هو ضمير المسؤولين فين هو الضمير ديالكم ضميركم ما تنساوش انكم الدين قسم ديال هذا الوطن الناس صوتوا عليكم باش انكم تخدموا البلاد انكم تمشيو في واحد الاتجاه جميل في اتجاه اللي مشى فيه صاحب الجلاله اتجاه وطني بامتياز ديال التفاني في العمل والتفاني في خدمه الوطن والمواطنين لكن للاسف توجيهات صاحب الجلاله في واد وانتم في واد اخر للاسف الشديد مثل هذه المناظر تضرنا الخاطر فيها وكأن شي مسؤول واش ما تيدوش من هنا شي مسؤول على تدبير الشأن المحلي هنايا من هاد الطريق هادي تيدوز ويشوف هاد المناظر البشعة ويضرو خاطرو ويقول لا ما خاصش يكون هاد الشي واش ما تيدوش شي واحد اللي عنده ضمير حي ويقول جيبوا التراكسة تيلا قادو هاد البلاصة هنا خاصو يكون ملعب قرب هنا خاصو ما تيدوش ما تيدوزوش الناس ما تيدوزوش مسؤولين من هاد الطريق في حين أنها طريق مهمة تيدوزو منها الناس يعني لا القلب لا جيت سوق الصالحين طريق مهمة واش ما تيطرحوش أسئلة فاش كيكونوا دايزين هنا ما تيطرحوهمش خاطرهم على مدينتهم أسئلة تتقع كثيرة ومحيرة أسئلة كثيرة ومحيرة هنايا تدفعنا إلى التساؤل معاهم أين أنتم يا مسؤولي مدينة سلا مسؤولوا عن تدبير الشأن المحلي فينكم؟ مدينة سلا تساويت مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية البث المباشر على أمل اللقاء بكم بث مباشر آخر نتمنى أن الرسالة تكون وصلت من منطقة السهب وبالضبط شارع عبد الواحد عبد الخالق عفوا الطوريس نتمنى توصل الرسالة لمن يهمهم الأمر باش أنها نشوفوا مدينة سلا أفضل المدن المغربية